مساء الخير طلاب، إن شاء الله تكونون أنتم وأهليتكم بصحة جيدة. قبل أن نبدأ المحاضرة بالبداية، أذروني أنه تأخرت عليكم شوية بهاي المحاضرة. السبب في هذا أنه أنا طالب مرحلة خامسة وبدأت امتحانات فاينال عملي مالتنا، فتكون كلش مشغول، وأنصحكم أنه تسوون سبسكرايب للشانل على مود أنه لما ننشر المحاضرة رأسا توصلكم. هسه نبلش بالمحاضرة. رح ناخذ اليوم محاضرة رقم 11 اللي هي Permanent Maxillary First Molar. هاي المحاضرة راح تكون كلش مهمة لأن هو هذا أول مولر احنا راح ناخذه، وهواية تجي من عندها أسئلة، وخليكم أني نماذج مال الأسئلة اللي تجي بنهاية المحاضرة حتى تعرفون شلون تقروها. هسه نجي نحكي عن مولرز قبل لا نبدي نقراها للمحاضرة. هذا هو السن اللي راح ندرسه هسه هاي المحاضرة. مثل ما تلاحظون هذا أكبر سن بالماكسيلاري آرت كله، حتى أكبر من المولرز اللي بعده، من السكند مولر ومن الثيرد مولر، وأكبر من كل الانتيرير تيث والبري مولرز. وكذلك دني مولرز أدها 3 روتس. إذا تذكرون احنا ماخديها بالمحاضرات بالبداية قلنا إنه ماكسيلاري مولرز بيها 3 روتس. أنا شلون أتذكرها أو لما كنت صف أول؟ لأنه هذولي فوق صايرات يعني بالماكسيلاري، فالجاذبية إذا تسحبهم فصار أدهم 3 روتس على مود إنه يتشلبون. يعني هاي بس في الطريقة على مود إنه تذكرون دني أسنان واحدة. حتى الماندبلر مولرز همين بيها 2 روتس، بس الماكسيلاري مولرز 3 روتس. تمام، باعولي بالبداية على هاي الصورة فرقوا ما بين اللارجست توث واللونجست توث. الكيناين أخذناه بالبداية كان اللونجست توث، أطول سن، لأنه باعوا الروت ماتري وين واصل. بينما محاضرتنا اليوم الفيرست مولر لا، هذا راح يكون اللارجست توث، فهي بالأمسي كيوات ممكن تخربطون بيناتها. بس نبدي. Permanent maxillary molars are the largest and strongest maxillary teeth. أكبر شيء وأقوى شيء ضمن وين؟ ضمن maxillary teeth الفوقانيات كلها. They have 3 roots, 2 buccal and 1 lingual. Lingual أو palatal، مهم إنه يكون يعني هذا قصدهم الداخلي. هو مرات راح يستعملون lingual ومرات راح يستعملون palatal، نفس المعنى. 2 خارجيات اللي هي buccal، واحد داخلي اللي هو هذا اللي هو palatal. زين، أكو هاي الجملة هواي سألوني عليها. They are not succedaneous teeth as they erupt behind the deciduous molars. شنو معناتها؟ احنا نذكر بالبداية لما أخذنا أسنان اللبنية كان central lateral canine first molar second molar، كل هذني primary. أوكي؟ ذني لما يجن الدائميات بعدها همين central دائمي lateral canine دائميات، هنا نجوي ال premolars، ال first premolar وال second premolar. هنا راح يطلع السكس اللي هو ما المحاضرة مالتنا مال اليوم اللي هو الماكسيلاري فيرست مولر. فلما باع هنا دني الأسنان الدائمية دولي كلها كانت أكو قبلها لبنيات، دني المولرز ما كان أكو قبلها سن. فهذا ليش نقول they are not succedaneous، يعني هم ما جوي وقبلهم كان أكو سن. هاي القصد منها. They erupt the teeth as they erupt behind the deciduous molars. راح يطلعون بعد أو خلف الأسنان اللبنية. Their main function is grinding the food. يعني تطحن الأكل. هاي ماخذيها من قبل بالإعدادية. And supporting the muscles of mastication. هاي شوية صعبة عليكم إنه تسوي support، يعني تدعم العضلات. هاي راح تأخذوها بصف ثاني ذني الأمور. And vertical dimension. هاي ما يجيبوا لكم إياها ذني المصطلحات الاثنين بالذات، لأنه هاي كلش advanced بالنسبة لكم، وإذا أشرحها راح أطول بالشرح مالتها، ولازم أجيب لكم شغلات مع صف ثاني وثالث، فحفظوها أسهل لكم. Maxillary first molars. بالبداية راح نحكي بصورة عامة عنها. مثل ما قلنا it's the largest tooth in the maxillary arch. The occlusal surface مالتها راح يكون rhomboidal، يعني معيني، خليت لكم إياها بالعربي. Rhomboidal occlusal surface اللي هو هذا. The presence of a fifth cusp. هذا السن راح تكون به 5 كسبات. هذا الكسب كلش مهم ومية بالمية جاي عندكم امتحان. إذا ما يجيبوا لكم إياه بالفصلي فراح يجيبوا لكم إياه بالفاينال، فلازم كلش تعرفوا.
اللي هو هذا راح يكون كسب على صفحة، مو ضمن باقي الكسبات، مو هنا بحيث انه راح يساعدنا بعملية المضغ، لا ما يساعدنا حتى بعملية المضغ، راح يكون على صفحة اللي هو هذا. شنو نسميه؟ كسب اوف كارابيلي، a non-functional كسب. قصدهم انه ما راح يساعد بعملية المضغ، ما إلى فت function، يعني ما إلى وظيفة. On the lingual surface of the mesiolingual cusp. هاي لازم تحفظوها كل الزين. إنه هو راح يكون وين؟ بالداخل. يعني هسه أنتوا إذا تخلون لسانكم بالداخل مال upper six راح تحسون بيه شوية إنه أكو فد بروز. فباللينجول داخل بالميجيولينجول كاسب اللي هو هذا الكبير، هذا راح يكون كأنه بظله صاير. فالداخلياً لللينجو الميجيولينجول كاسب. ثالثاً the presence of an oblique ridge extending from the mesiolingual cusp to the distal buccal cusp. هاي همين فتصفة كلش مهمة بي اللي هو هذا. تشوفون هذا الريدج اللي ممتد منا لهنا ليوصلها، صار اوبليكلي، يعني هو ماشي صفح اوبليك، فسميناه الاوبليك ريدج. هذا همين لازم يجيكم سؤال عليه. extending من وين لوين؟ من الميجيولينجوال اللي هو هذا طبعا كسب اوف كارابيلي، هذا انبعاج هنا من الميجيولينجوال للديستو باكل. مختلفات ميجيو ولينجوال ديستو وباكل. ورابعا واخيرا the presence of three well separated and well developed roots. ثلاث روتات راح تكون well separated، تشوفوا شلون مفصوله، well developed متكونه بشكل جيد، two buccal and one lingual مثل ما أخذناها، اثنين دني خارجيات وهذا واحد داخلي. The lingual root is the longest. Lingual root أطول واحد، تشوفون لي وين واصل حتى هنا وهنا، هم بين إنه هو أطول واحد. هذا السلايد كلش مهم، لازم تحفظوه كل الزين، وأتمنى تكونوا فهمتوا زين. هسه راح نبدي ناخذ aspect aspect مثل باقي المحاضرات. طبعا هنا بس تبعون هذا السن هيك، مفروض انتم تعرفون انه هذا باكل سايد. شلون؟ لانه هسه بس ابع على هذا دني الباكل روتس اثنين، وبالداخل اكو باليتال روت، فاذا اناني من هنا ابع من الباكل سايد او باكل اسبكت. اولا the crown is roughly trapezoidal، يعني شبه منحرف مثل ما تشوفوا، مو مستطيل ولا مربع، كانه شبه منحرف. And the cervical line shows very little convexity. Cervical line هذا بي convexity، يعني بي ميلان كلش قليل. وين؟ Which is directed towards the root. تشوفون هذا ميلان؟ هيك صاير. يصعد شوية باتجاه الروت. هذا الـ cervical line. The mesial outline of the crown is straight. هاي هنا بديتكم شغلة جديدة بهاي المحاضرة. انه اللي تشوفوه منه انا ازرق، فاني مأشر هنا بلون ازرق، اللي تشوفوه اخضر انا مأشره بلون اخضر، فاحنا بعدنا ما وصلنا للبارت الاخضر. The mesial outline of the crown is straight. تشوفون سنانه تقريبا هذا straight. اوكي نكمل. curving occlusally as it reaches the contact area. لما توصل يم الكونتاكت اريا، هاي منطقة راح تطخ بيها السن اللي بصفه، راح تبدي يصير بيها كيرف. وين هذا راح يكون الكيرف؟ which is located at the junction between the occlusal and middle thirds. احنا اخذناها ببداية المحاضرات، يعني بالبداية انه اكو junction، اكو thirds اللي هو الثرد اليم الجذر، والثرد بالوسط، والثرد الاوكلوزال. فهي راح تكون بالjunction ما بين الميدل والاوكلوزال ثرد اللي هي هاي، فراح يمشي الميجيال outline straight، بعدين يصير بي كيرف بهاي المنطقة. The distal outline شو راح يصير بي؟ The distal outline of the crown is convex. تشوفون شلون هنا شوية بانبعاج، مو straight مثل هذا، لا شوية convex. With the contact area located at the center of the middle third. راح تكون بالcenter. أعتقد أني قالبهن ثواني. تمام، بس أنا كنت منزل هاي الصورة هاي الدائرة شوية، فهسه صارت أوكي. الميجيو straight، وبعدين يبدي الكيرف بالجنكشن ما بين الميدل والأوكلوزال ثيرد، بينما بالديستال أوتلاين لا، راح تكون شوية كونفكس
والكونتاكت اريا راح تكون بالميدل. الميدل ما الميدل ثيرد، سنتر اوف ذا ميدل ثيرد. رابعا، the medial buccal cusp is broader than the distal buccal cusp. تشوفون هنا الميديو باكل كاسب اللي هو هذا أعرض شوية من الديستو باكل كاسب. هي كلها باكل بس أنا ده ميديو وديستو. And its medial and distal slopes meet at an obtuse angle. يعني هو راح يكون أعرض وراح تكون الزوايا مالته أخف. هاي السلوبس ذني، هذا هاي السلوب وهاي السلوب راح تلتقي في زاوية منفرجة اللي هي هاي. عكس هذه الخطوط اللي خليكم إياها هنا، خلنا نقرأها. While the medial and distal slopes of the distal buccal cusp meet at a right angle, which is sharper. ليه هاي؟ then the slopes of the medial buccal cusp راح تكون obtuse الالتقاء مالتها، بينما الdistal buccal cusp لا راح تكون right angle شوية، يعني أكثر 90 درجة راح تكون، وراح تكون sharper. And we may see the lingual cusp. راح ممكن نشوف من lingual cusp مثل ما نشوف هنا هذا الظل مال lingual cusp. خامسا، the buccal developmental groove اللي هو هذا الجروف اللي يفصل ما بين الميجيو buccal cusp والديستو buccal cusp divides the two buccal cusps in equal distance and it terminates apically. يعني هذا راح يفصل بيناتهم تقريبا بequal distance وراح يروح apically ينزل يعني لي جوا. The three roots are visible and inclined distally with the lingual root is the longest. اللينجوال روت هاي مثل ما قلنا انه هو longest. ثلاثة ان الروتات انا اقدر اشوفها، هاي كلش مهمة لان اكو بس فيو واحد انا ما راح اقدر اشوف منه ثلاث روتات، هسه بعدين راح نوصل له. وكلها راح تكون شوية inclined distally. تشوفون هذا معوج هيك شوية، هذا هيك، هذا من الترانك معوج أساسا هو distally. فكل الروتات راح تكون معوجة distally وثلاثة روتات أنا أقدر أشوفهم. هسه راح نأخذ the lingual aspect. Lingual aspect ما راح يكون صعب. The lingual cusp only can be seen. The lingual cusps عفو، يعني ما راح نقدر نشوف ظل مال buccal cusps. وطبعا هنا اهم شيء باللينجو اسبيكت هو كاسب اوف كارابيلي اللي هو هذا او هذا. The lingual cusps only can be seen with the mesiolingual cusp is the largest cusp. اكبر كاسب خليكم اياه باللون الاخضر اللي هو mesiolingual cusp، نفسه اللي قاعد عليه كاسب اوف كارابيلي اللي هو هذا. تشوفون شلون كبير، is the largest cusp and accounts for 3/5 يعني ثلاث أخماس of the mesiodistal width of the crown. يعني مو نص، أكثر من نص ال dimension كله مال crown mesiodistal dimension. While the distolingual cusp اللي هو هذا خليت لكم إياه بالأحمر وصغرته حتى تتذكروا من تقروب ال PDF accounts for الباقي اللي هو 2/5 of the mesiodistal dimension. The lingual developmental groove اللي هو هذا اللي يفصل ما بين الكاسبات starts approximately at the center mesiodistally. تقريبا راح يبدي منا بcenter the crown، او خلينا نشوفها هنا اوضح شوية، هنا راح يبدي بcenter the crown and curves sharply distally. راح ينزل من السنتر يروح sharply distally، راح يروح ليش؟ لانه distal cusp بس انا قلنا انه هو اصغر، فالdevelopmental groove راح يتجه باتجاهه. Then continues on the occlusal surface. بعدين راح يكمل يدخل للأوكلوزال سيرفس، يدخل لجوا. فيبدي من الوسط وبعدين يروح تستلي. هاي أهم نقطة باللينجوال أسبكت اللي هي the fifth cusp. الكسب الخامس اللي هو the cusp of Carabelli، لازم تحفظون اسمه زين. Is 1.5 millimeter cervical to the mesiolingual cusp tip. سيرفايكو عرفناها يعني قريب على السيرفايكو لاين، يعني مرفوع أكثر. فوين الموقع مالته بالضبط؟ 1.5 مليم اللي هاي المسافة اللي تفصل بينه وبين الكاسب اللي قاعد عليه، 1.5 مليم عن الميجيولينجوال كاسب تيب، عن التيب مال الكاسب. And an irregular developmental groove separates this cusp.
اكو فد irregular developmental groove راح يفصل هذا الكسب. تشوفون هذا الشادو اللي هنا تضل، هذا developmental groove هيكون irregular شكله، راح يفصل separates this cusp from the mesiolingual cusp، راح يفصله عن mesiolingual cusp. أخير نقطة، there are three roots visible. هنا أنا همي راح أقدر أشوفهم ثلاثتين، تشوفون بس أكثر واحد مبين هو palatal، لأن إحنا دنباعه من lingual aspect، فاللingual root أو palatal root هو اللي مبين، with the lingual root making most of the aspect. As a mesial aspect مثل ما تبعوا هنا، أكو فرق بين الكريست أوف كيرفيتشرز المستويات مالتها منا وهنا، يعني تشوفون هاي أعرض منطقة هنا وهاي أعرض منطقة هنا. The buccal outline هسه مفروض تتعرفون رأسا يا هو buccal outline. Then the buccal roots أول شيء يعني إذا نبغى من الروتات، then the buccal roots وهذا palatal root الوحيد. فإحنا منا أنا نقدر نعرف إنه هو هذا buccal aspect. أكو في الطريقة الثانية إذا مركزين المفروض لقفتوها اللي هو cusp of Caraballi، هذا اللي هنا هذا مبين، هذا cusp وهاي الطعجة هسه قلنا عليها هذا developmental groove irregular. فمن هنا ممكن نعرف إنه هو هذا lingual aspect، ومن الروتات نعرف إنه هو هذا lingual aspect همينة وهذا buccal aspect. فنرجع موضوعنا، the buccal outline اللي هو هذا has a crest of curvature within the cervical third. تشوفون شلون عالي بالcervical third the crest of curvature مالته، يعني كلش عالية. crest of curvature يعني أعرض منطقة مثل ما قلنا اللي هي هاي النقطة. Then it continues with a convex outline to the tip of the cusp. بعدين راح تنزل للtip of the cusp. Lingual outline مبين من السهم اللي خالي has a crest of curvature within the middle third. يعني بالmiddle third، مو مثل هذا صاعد لي فوق. And it shows a convex pattern، يعني راح تكون مدببة. Until it reaches the cusp of Caraballi، إلى حد ما توصل لcusp of Caraballi، بعدين أكو طعجة هنا. At which it shows another convexity، يعني بعدين همين راح ترجع تكمل convexity. فدائما convex، تشوفون شلون. ثالث نقطة، the mesial marginal ridge is located at level 1/5 من the height of the crown، اللي هو هذا الخط هاي mesial marginal ridge. تشوفون شلون كلش عالية تكون، بحيث انه تقريبا كل شيء ما نقدر نشوف من ال occlusal surface لانه هاي عالية. فيعني هاي منها 4/5 من الكران، وهنا بس 5 مبين من الكران. نكمل. رابعا، the cervical line، بس انتم المفروض ثاني من مأشر لكم عليه، انتم هسه تعرفون ايش راح نحكي عن السيرفايكل لاين، هو الكيرفتشر مالته. كيرفز اوكلوزلي اباوت 1 مليم، تنزل لي جوا اوكلوزلي اباوت 1 مليم. ذا انتر كاسبل ديستنس اوف ذا تو كاسبس، شنو يعني انتر كاسبل ديستنس؟ ديستنس يعني مسافه، انتر كاسبل يعني ما بين الكاسبات، فيعني هذا الخط الاسود اللي هنا يعني مسافه ما بين الكاسبات. شو هي هاي المسافة؟ وينها؟ The intercuspal distance of the two cusps is a little more than half of the buccolingual dimension of the crown. المسافة هاي بين الكاسبات تقريبا نص، شوي أكثر من نص ما بين هاي المسافة. The mesial contact area، احنا سمين دنباع من mesial aspects، تمام؟ فهنا وين الميجيال كونتاكت اريا، يعني وين يا منطقه من هذا السن من هذا السطح راح تطخ بالسن اللي بصفه، هاي المنطقه is buccal to the buccolingual center of the crown. طبعا هنا انا محددها غلط، خل اعدلها. الباوربوينت ما لحقت انها راجعه، سويتها على السريع، فاضلش شويه بي اخطاء اذا تشوفون، بس اصلحها وياكم. فبي دي اف راح ينزل لكم مضبوط. فميجيال كونتاكت اريا از باكل تو ذا باكولينجوال سنتر اوف ذا كراون. باكولينجوال سنتر يعني شنو؟ يعني من الباكل للينجوال هذا هنا السنتر، هاي المنطقه هو راح يكون شويه باكل طالع باكلي، هاي المنطقه هي راح تطخ بالسن اللي بصفه اللي هو يا هو السن اللي بصفه ميجيالي يعني سكند بري مولر. The lingual and mesiobuccal roots can be seen.
هاي كلش مهمة النقطة، إنه هذا الفيو الوحيد اللي هو ميجو أسبكت راح أشوف بس روتات اثنين. البليتو أكيد راح أقدر أشوفه أو اللينجول، وما راح والباكل بس راح أشوف واحد اللي هو هو الميجيو باكل، لأن دباعة من الميجيو. فالديستو باكل راح يصير خلفه، ما راح أقدر إنه يبين، ما راح أقدر أشوفه. هسا الديستو أسبكت أنتوا بس تبعون على هاي الصورة، مفروض تعرفون شغلته. أول شيء السيرفايكل لاين شبيه هيكون ستريت عدل، مو مثل قبله بالميجيو أسبكت. وثاني شغلة المارجنال ريج هاي راح تكون شوية نازلة أكثر، فمثل ما تلاحظون هنا ده أقدر شوية أشوف من الأوكلوزل سيرفيس أكثر، هذا كله أوكلوزل سيرفيس ده أشوفه. فنبدي The general outline is similar to that of the medial aspect، يعني هو كoutline يشبه شوية. But the buccolingual measurement، يعني العرض مالته من buccal للingual is more medially than distally، يعني بالmedial aspect يعني العرض مال السن أكثر مما دابعه هسه بالdistal aspect. ليش؟ هنا الكسب of كربة اللي ضايفت له عرض، هاي الكسب اللي هنا أنا. بينما هنا من بينه كلش، فراح يكون السن شوية أقصف. The distal marginal ridge is located more cervically. هاي المارجنال ريدج اللي هي الدستال راح تكون located more cervically، يعني باتجاه cervical line، فتكون شوية صاعدة. So we can see part of the occlusal surface، فنقدر نشوف شوية من occlusal surface. The curvature of the cervical line is zero، هيكون straight cervical line من distal. هاي بصورة عامة كل أسنان أخذناها medially curvature أكثر distally، أكثر مما distally. وأخير نقطة بالdistal، all three roots are visible. تشوفون هذا الdistal buccal اللي خلفه medial buccal مبين، هذا وهذا palatal واضح جدا. The distal buccal root is smallest one. ليش دا أقدر أباع الميجيو باكل؟ لأن الميجيو باكل كبير. هذا الديستال باكل اللي دا باعاني لأن دا باع من الديستال أسبكت أصغر واحد، فراح أقدر أشوف الجذر خلفه. أخير شيء الأوكلوزل أسبكت. أوكلوزل أسبكت هو أهم أسبكت بالأبر سيكس، فراح تشوفون هواية حاجين عليه بملازمكم المفروض. يعني نبدأ بالبداية أنه the occlusal outline is rhomboidal، معيني هاي أخذناها أول شيء بالمحاضرة. With greater buccolingual measurement، خلي لكم إياها هاي خطوط. Greater buccolingual measurement يعني من الخارج للداخل راح يكون من هنا أعرض مما منا، يعني السن هو نفسه ميجيلي أعرض. ليش؟ من وراء كسب of كاربلي partly، لأنه هاي تشوفون شلون هنا ضايفة عرض للسن بهاي المنطقة. تخيلوا هاي مو موجودة هيكون تقريبا نفس العرض، فراح يكون هيجي. And greater mesiodistal measurement lingually than buccally. كmesiodistal measurement lingually بالداخل اللي هو هذا راح يكون أكثر من ما buccally، فراح يكون السن أعرض من هنا ومن هنا mesially ولingually. ثانيا four well developed cusps، لاحظوا إنه هنا جدي يقول هو أربعة well developed cusps. هاي ممكن انه يعني بالامتحان يخربطوكم. اذا يريد well developed cusps او functional cusps فهم اربعة. الخامس اللي هو cusp of كاربلي هو مو well developed، يعني مو بشكل جيد ولا functional. فانتبهوا على هاي المصطلحات. Four well developed cusps can be seen، خليتكم اياها على التسلسل هنا، وكذلك هنا همين بينتها. أول شيء ميجيولينجو مثل ما اتفقنا اللي هو هذا رقم واحد اللي يقعد عليه كسب of كاربلي is the largest. Then the ميجيوباكل، تشوفون الميجيولات اثنيناتهن أكبر. هذا ليش الميجيو طلع أعرض المنطقة ميجيو؟ فبداية ميجيولينجو، بعدين الميجيوباكل، بعدين الديستولينجو، بعدين الديستوباكل. فاحفظوها هيج: mesiolingual، distolingual، mesiobuccal، distobuccal. Sorry.
هاي هنا كانوا switching ما بين رقم 3 ورقم 4. شلون تذكروها؟ الأوبليك ريدج هسه فد شوية راح نحكي عنه راح يمتد من أكبر كاسب إلى أصغر كاسب. فمن الميجيولينجوال أبو كاسب أوف كارابيلي الديستوباكل، تمام؟ بالأخير then the cusp of Carabelli اللي هو راح يكون هذا أصغر واحد. ثالثاً the mesiobuccal and distolingual line angles are acute and the mesiolingual and distobuccal line angles are obtuse. هاي فد شوية راح نحكي عنها. هسا ننتقل إلى أهم نقطة اللي هو مال oblique ridge. There is an oblique ridge مثل ما قلنا اللي هو هذا الاتحاد، تشوفون هذا الخط اللي هنا إنه هذا جاي هيك، هاي الترينجلر ريج مالتها متقي ويا هاي. مثل ما قلنا راح يمتد من أكبر كاسب إلى أصغر كاسب. formed by the union of the triangular ridge of the distobuccal cusp. الdistobuccal cusp اللي هو صغير of والdistal ridge of the mesiolingual cusp اللي هو هذا. crossing the occlusal surface obliquely. راح تمتد على مدى الأوكلوزال سيرفيس أوبليكلي، يعني من جهة إلى جهة. هاي طبعاً فد مقارنة مهمة راح تصير عندنا بعدين لما ناخذ اللور سيكس، همين أدى فد شيء مشابه إله. هسا راح نبدي شوي ندوخ، فأريكم تركزون وياي. There are four fossae، مثل ما قلنا ده واحدة فوسة، ده أكثر صار فوسي. اثنين ميجر واثنين ماينر. هسه خلينا بس عن ميجر. اكو عندنا سنترال فوسا اللي هي هاي موجوده بالسنتر مبينه كلش، رفلي تريانجولر ان شيب، مثلثه، لوكيتد ميجيول تو ذا اوبليك ريدج. وين الموقع مالتها؟ هذا الاوبليك ريدج هي راح تكون ميجيول له، تمام؟ شلون تذكروها بدون ما تقرون ذني الاختصارات اساسا؟ كلها هاي هنا ام M M M M يعني كل هاي سوالف مال ميجيال سايد. هنا كل D يعني كل سوالف مال ديستال سايد. فهي هاي راح تكون ميجيال للأوبليك ريدج، هاي سنترال فوسا اللي بصفها ما مأشرها بالرسم، فأنا أشرت لكم إياها هنا اللي هي ديستال فوسا located distal to the oblique ridge. فواضحات لأني الميجر فوسا فوسي واحدة ميجيال للأوبليك ريدج اللي هي سنترال، واحدة ديستال للأوبليك ريدج اللي هي ديستال. بس لا تخربطون بيناتها وتقولون هاي الميجيول فوسا لانه على لان هي ميجيول للاوبليك ريدج. لا، السنترال هي ميجيول، الديستال هي الديستال بالنسبه للاوبليك ريدج. الماينر فوسي كل السهلات، ميجيول ترانجولر فوسا وديستال ترانجولر فوسا. هاي الميجيول اللي هي صايره بالاخير وهاي الديستال. بس شويه هم لاعبين بالكلمات. الميجيول شو يقول لنا؟ located distal to the mesial marginal ridge. شنو يعني؟ هذا الميجيال مارجنال ريدج. ميجيال مارجنال، ميجيال يعني بالميجيال، مارجنال يعني بالحافه بالمارجن، وريدج يعني البروز مال سن. فوين راح تكون؟ ديستال له، يعني بالاتجاه الخلفي بالنسبه له. فالميجيال مارجنال ريدج راح تكون موقعها ديستال بالنسبة للميجيو سوري الميجيال ترينجولر فوسا راح تكون ديستال للميجيال مارجنال ريدج. نفس الشيء بالنسبة للديستال ترينجولر فوسا لوكيتد ميجيال للديستال مارجنال ريدج، ميجيال للديستال مارجنال ريدج. هسه بالنسبة للديفلوبمنتال جروفز يمكن هواي بيكم خربطوا بيها لأن ستة متداخلات نوعا ما، فريدكم تركزون وياي راح نشرحها واحدة واحدة وأشرت لكم إياها هنا بالرسم. أول واحدة اللي هي Central Developmental Groove هنا هي A. من وين إلى مين نمتد؟ من Central Pit اللي هي هاي Central Pit to the Mesial Triangular Fossa اللي هستون أخذناها اللي هي هاي Mesial Triangular Fossa. فمتد من Central Pit، هذا الخط اللي تشوفوا هنا هو هذا Central Developmental Groove، نمتد من الميجيال بيت سوري من السنترال بيت للميجيال ترينجولر فوسا. بي البي كل سهل اللي هو باكل ديفلوبمنتال جروف. من اسمه باكل يعني هذا مبين اللي هو طالع باكلي رايح لي برا. مثل ما اتفقنا شلون نعرف هذا هو باكل سايد؟
لأن نشوف هنا كسب اوف كارابيلي اللي هي باللينجوال سايد، فهذا البي اللي هو بكل يكون طالع لبرا. من يبدي؟ هم من يبدي من السنترال بيت اللي هي هاي منطقة to the ويمتد to the buccal surface between the mesiobuccal and distobuccal cusps. فراح يبدي من السنترال بيت ويطلع لي برا ما بين هذا الخط ما بين الميجيوبكل والديستوبكل، فهو كله بكل احنا دا نحكي. سي شوية مزعج اللي هو distal oblique groove from the distal triangular fossa going obliquely، راح يبدي من الديستال triangular fossa ويروح obliquely. هذا هو السي، هو من اسمه distal، فانتوا بس تشوفون هنا يا هو رايح distally يا هو قاطع distal surface، هو هذا هذا السي. lingual developmental groove اللي هو الدي اللي هو هذا، بس احنا صارت عندنا دني سهلات، اللي رايح للبكل سيرفيس هذا اسمه بكل واضح، اللي رايح للديستل هذا اسمه ديستل بس ضفنا له كلمة أوبليك، واللي رايح لللينجوال سيرفيس هذا اسمه لينجوال ديفلوبمنتال جروف. This groove joins with the distal oblique groove، راح يطلع من الديستل أوبليك جروف يعني نفس المنطقة راح يطلعون، بس وين راح يتجه؟ going between mesiolingual and distolingual cusps in a cervical direction، راح يطلع لي برا ما بين ال distolingual cusp والmesiolingual cusp وطلع. فهذا البكل ما بين الكاسبات الاثنين البكل، اللينجوال ما بين الكاسبات الاثنين اللينجوال، كلش واضحة. ال transverse groove of the oblique ridge، هو من اسمه transverse groove يعني صاير صفح من الأوبليك ريدج، يعني راح يكون هذا بال this groove crosses the oblique ridge اللي هي هاي، راح يكون هو قاطع للأوبليك ريدج E. fifth cusp groove اللي هو هذا، مثل ما قلنا بداية المحاضرة انه اكو irregular developmental groove اللي هو راح يفصل ذني cusp of Caraballi عن هذا. this groove passes between the fifth cusp and the mesiolingual cusp، ما بين fifth cusp اللي هو cusp of Caraballi والmesiolingual cusp اللي هو قاعد عليه. فمراجعة سريعة، انتو بس تشوفون هذا الطالع بكلي اللي هو B، فهذا راسا نسموه buccal developmental groove، هذا lingual developmental groove لأنه رايح lingual، فهذا خارجي وهذا الداخلي، هذا distal بس distal ضفنا له كلمة oblique. أخير واحد اللي هو مال كاسب اوف كارابيلي اسمه fifth cusp groove، بقى عندنا اثنين بالوسط ممكن ندوخ بيناتهم، هذا اللي هو central ما طول هو صاير بالسنتر ماسن، فالcentral developmental groove الاي اللي هو يقطع الترانسفيرس الاوبليك ريدج نسميه transverse groove of oblique ridge. تقريبا كملنا محاضرة مالتنا، هاي كلش سهلة اللي هي there are three pits كلش واضحة نشرت لكم اياها هنا، هذا بالوسط مبين يعني من موقع مالته اسمه central pit، الميجيال ميجيال بيت، الديستال ديستال بيت، فشي كلش سهل. A central pit it is located at the deepest part، دائما هو pit ما طول اسمها pit، فاذا هي located at the deepest part، هاي رأسا بداية التعريف، of the central fossa، قلنا هاي central fossa المثلثة هنا هو بال deepest part مالتها، at the junction between a central groove and the buccal developmental groove. المفروض هسه احنا نذكرها، هذا الطالع لي برا بكلي هو البكل جروف، هذا السنترال جروف، فهو بالجنكشن ما بيناتهم صارت السنترال بيت. الميجيال بيت نفس الشيء من اعاد التعريف، it is located at the deepest part of the medial triangular fossa اللي هي هاي. واخر شيء distal pit هم located مفروض طالع هنا at the deepest part بس هو غلس عليها، it is located where the distal fossa and the distal triangular fossa joins. كملنا محاضرة مالتنا اليوم، فس نقرأ الامسيكيوات. طبعا قبل أن نقرأها هواية تجيكم يعني لأنه أنتم مرحلة أولى، فهواية تجيكم أسئلة سخيفة، يعني مو أقصد أنه سخيفة من ناحية علمية، هو كل شيء هذا علم، بس سهلة جدا بحيث أنه بس يريدون أنه يوصلكم درجة النجاح، لما يريدون أنه عدد كبير من الطلاب يرسبون،
فأنتوا ركزوا على المعلومات، حتى لو تقروها بشكل يعني خفيف هيك بس تمشوها، بالأخير راح تشوفون نفسكم تجاوبون خوش أجوبة، حتى لو أنتم مو مضبطين المادة كل زين. وهسه راح نشوف شلون. هاي أسئلة مال عام مال فاينل. The presence of a fifth cusp named the cusp of Caraballi, اللي هو a non-functional cusp on the lingual surface of the mesiolingual cusp، هاي مثل ما قلنا اللي هو هذا أكبر cusp، راح يكون بياسن maxillary first molar upper 6. The oblique ridge اللي مثل ما قلنا crossing obliquely the occlusal surface of، هاي المفروض تذكروها اللي هي oblique ridge اللي قلنا عليها راح تمتد هيجي من اكبر كسب الى اصغر كسب اللي هو من الميجيولينجوال الى الديستوباكو. وين راح تكون هاي؟ راح تكون بالماكسيلاري مولرز، لانه oblique ridge راح تكون كل الماكسيلاري مولرز يعني ال6 وال7 وال8، بس الكسب اوف كاربلي لا بس ال6. ثالثا the main function of molars is grinding food, supporting the muscle of mastication or vertical dimension. فمثل ما قلت لكم هاي ماكو داعي تفتهموها زين، بس حفظوها اسهل لكم. فاي جت ام سي كيو يعني اكيد اغلب الطلاب جابوها. نو grinding هاي احنا متاكدين منها 100%. supporting food or vertical dimension هاي حفظوها افضل لكم زين. mesiolingual cusp، الميجيولينجوال كاسب اوف ماكسيلاري فيرست مولر اللي هو قلنا هذا اكبر واحد اللي راح يقعد عليه كاسب اوف كارابيلي. ماكسيلاري فيرست مولر از ذا لارجست كاسب اوف ذا اوكلوزال اسبيكت، صحيح. ذا اوكلوزال اسبيكت اوف ماكسيلاري فيرست مولر هاز 4 فوسي. هاي اذا يقول لكم فوسا فهي 4، اذا يقول لكم بيتس فهي 3. ركزوا بني الأعداد لأن هم كل شيء يحبون الأعداد. الفوسي خلي أراجع لكم إياها على السريع، كانت السنترال فوسا اللي هي معناها دني سنترال فوسا اللي هي ميجيل للأوبليك ريج، ديستال فوسا اللي هي ديستال أوبليك ريج، عندنا ميجيل وديستال فوسي. راحت كلش سريع. وين وصلنا؟ أنا أعتقد the occlusal aspect of maxillary first molar has اي هاي قريناها. the occlusal aspect of maxillary first molar is rectangular in shape، خطأ، ماكو أصلا كلمة rectangular بالمحاضرة كلها. وكملنا محاضرتنا اليوم، وارجع أقول لكم عذروني على الأخطاء صار بالباوربوينت لأنه ما لحقت أراجعه وأعدله، وأتمنى تكونوا فهمتوا على هاي المحاضرة. إذا انتم مو جويند بالقناه مال تليجرام مالتنا فراح اخليكم اللينك مال القناه حتى انه تشوفون البي دي اف وتقرون عليه، واتمنى تكونوا فهمتوها زين. مع السلامه.